الطبخة هذه سينمائية، بيطبخوها في الأفراح والمناسبات السعيدة، وكمان في المناسبات الثانية كمان بيطبخوها لأنها سهلة وبتتقدم من غير يعني جهد، من غير تعب. مكوناتها لحمة، بصل، سلق وحمص وطحين وعين جرادة وفلفل وملح طبعا وطحينية. بتنسكب في صحون وتتاكل سخنة وتتاكل باردة. بقدموها في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. في عيد الفطر أكثر لأنه بكون الناس صايمة، وهذه يعني بتحافظ على المعدة. بتقوها وبجهزوها بحطوها في الصحون وبجهزوها، وبتكون يعني وقت ايش بدهم ياكلوها بتكون موجودة. علشان هيك بحبوا يطبخوها لأنها سهلة، عشان يفضوا لضيوفهم، بفضوا لضيوفهم وما بدهمش يقعدوا يطبخوا حاجات يعني تانية مقلوبة أو يطبخوا دجاج مشوي أو إشي، فهذه بلاقوها جاهزة. مزتها بنطبخها قبل بيوم وبتضلها لتاني يوم ولا تالت يوم ولا رابع يوم كمان بتضلها تحافظ عليها، بس تاني يوم بتكونش في الثلاجة، بنطبخها ومنحطهاش في الثلاجة. بنحضرها بكميات كبيرة، بنوزعها مثلا على الكناين، على الجيران كتير بيطلبوها، يعني بتكون أجواء حلوة لما الكل بيتجمع، بتكونيش تعبانة ولا حاجة، لابسة فستان العيد وحاطة الأكل على الطاولة، وبتجمع كناينك، بتجمع يعني إذا كان أي شخص أجى عندك، حبيبك، صديقك، جارك اجى عايد عليك، ممكن تقدمي له سمائيه مع المخللات مع الخبز، يعني يكون والله لقمه شايف لقمه زاكي. عندهم عيد ومش عيد. عندنا حماتي بناتها برنوا عليها يما جاي على بالي سمائية، فعطول بترن علي خلص عندنا من الصبح أجواء سمائية، بطلع لها من الصبح إيش بحضر السماء، إيش بخرط البصل، إيش بخرط السلق، وبنصور طبعا لأنه هاي أجواء لازم توثق، ما بتتعوضش الصراحة، وخصوصا مع حماتي، تحية كبيرة لإلها، والله أنا بحبها من جواتي. الأجواء معها رائعة، بتعطيك رونق خاص، حتى مش بتاكل السمائية بتحس بس طعم السمائية إنه هي إشي تراثي، لا، محبتها بتحسك بالأجواء الرائعة. السمائية عنا مرتبطة بأجواء الفرح والأعياد، ولما نعملها خصوصي بنبعتها للجيران، للحبايب، للبنات، يعني مثلا أنا حماتي بتبعت لي كم من صحن، 10 صحون، 25، وزع للي بدك إياه، وهي بتوزع للي بدها إياه، وعندنا الجيران بشموا الريحة، يم إبراهيم، يم سمير، في سمائية، اليوم في سمائية ولا لا، أول ما يعرفوا إنه أجا العيد على طول في سمائية ولا لا، عارفين خلص إنه في الأعياد لازم سمائية.
يوم العيد الصباح بكون معنا وقت كافي نجهز حالنا، نلبس اواعي العيد، نجهز اطفالنا، بنكون يعني قافلين هم انه في طبيخ طبخينه من قبل بيوم. طبعا بتكون هي مسكوبه بالصحون، بنخرط معها مخللات، خيار، بندوره، الخبز، وبنلتم كلنا، واحلى سفره بتكون.